تحتضن الأردن مئات الجمعيات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تمكين المرأة اقتصادياً. ومن هذه المؤسسات ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني. إحنا بنعمل على عدة محاور، منها أول إشي تمكين المرأة، وأنا بعني بتمكين المرأة إنه اقتصادياً، اجتماعياً، بيئياً، ثقافياً، قانونياً. فبنعطيهم ورش عمل ودورات، وبرضه بنفس الوقت إحنا نتعامل مع محو الأمية من الصف الأول للصف السادس، نعطيهم شهادات من التربية ومنمكنهم اقتصادياً، إنه صحيح علمناها تعرف تقرأ وتكتب، ولكن نعطيها مهنة على أساس إنه هي تستفيد منها وتبيعها وتستفيد اقتصادياً منها. سهاد سعادة إحدى السيدات التي استفادت من خدمات الملتقى في منطقة جبل النظيف. واحد ما بيعرف شو رح يصير معه، شو الظروف اللي رح يمر فيها، يعني ظروفنا الأيام هاي كثير صعبة، يعني بده مين يدعم، واحد ما بكفي، بدهم الاثنين يدعموا. تعلمت خياطة بمبدأ إني أنا بعرف أطرز، حابة إني أكون أعرف أفصل كمان. طبعاً علمني التطريز أمي، كانت من الأصل تطرز وتخيط وتعمل ثياب للناس وإلها. فأخذنا المهنة هاي من أمي لأنه كانت تدعم أبوي كثير في تدريس إخواني. حلو إنك تطلعي بنتك متعلمة إشي، لو هيك إشي بسيط بس بكرة يعني يمكن تحتاجه في حياتها في مستقبلها، يعني واحد ما بيعرف شو رح يصير معه، شو الظروف اللي رح يمر فيها. أما الحكومة فقد سنت عدة قوانين من جهتها لضمان حقوق المرأة العاملة وتيسير أوضاعها. فالقانون الأردني يضمن تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على أساس الجنس، العرق، الدين أو الحالة الاجتماعية. أما بالنسبة للمرأة الأم فقد أنصفها القانون أيضاً من خلال جعل فصل المرأة الحامل من عملها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة غير شرعي، إعطائها الحق في إجازة أمومة مدفوعة مدتها 10 أسابيع، إعطائها ساعة يومياً لإرضاع طفلها لسنة من تاريخ الولادة بعد انتهاء إجازة الأمومة. كما أن القانون أوجب صاحب العمل الذي يستخدم عدد يزيد على 20 عاملة متزوجة أن يهيئ مكاناً مناسباً لأطفال العاملات بشروط معينة.